السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مجددة لكل مشاهدي قناة شوف تي في عبر مختلف ربوع العالم وخاصة المقيمين بإيطاليا. يتجدد اللقاء بكم في هذه النشرة الإخبارية مباشرة من حاضرة الثقافة الأوروبية وعاصمة جهة إيميليا رومانيا مدينة بولونيا، والتي نستعرض من خلالها أهم الأنباء والمستجدات المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالجمهورية الإيطالية. وإليكم أبرز العناوين: مرسوم قانون جديد يتعلق بحالة الطوارئ الوبائية بإيطاليا. في تفاصيل الخبر، وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الحكومة ماريو دراغي ووزير الصحة روبرتو سبيرانسا على مرسوم قانون ينص على إجراءات عاجلة تتعلق بحالة الطوارئ الوبائية من فيروس كورونا. ونظرا للانخفاض الإيجابي في المنحنى الوبائي والتنفيذ الجيد لخطة التلقيح، فإنه من المتوقع حدوث تغييرات كبيرة والتي ستكون بشكل تدريجي في المناطق الصفراء، والتي ستشمل بالترتيب ما يلي: اعتبارا من دخول المرسوم حيز التنفيذ، سيتم تعديل الحظر المفروض حاليا وذلك من 11 ليلا بدل 10 إلى 5 صباحا، واعتبارا من 7 يونيو 2021 سيكون صالحا من منتصف الليل إلى 5 صباحا، بينما اعتبارا من 21 يونيو 2021 سيتم إلغاؤه تماما. وستحمل الإجراءات بالترتيب إمكانية تناول الوجبات داخل المطاعم وفتح المحلات التجارية في الأسواق ومراكز التسوق والمعارض والمنتزهات التجارية خلال الأيام العادية وحتى نهاية الأسبوع. وستعرف الإجراءات بالترتيب إمكانية تناول الوجبات داخل المطاعم فتح المحلات التجارية في الأسواق ومراكز التسوق والمعارض والمنتزهات التجارية خلال الأيام العادية وحتى نهاية الأسبوع. فتح الصالات الرياضية، فتح الحمامات والمسابح الداخلية والمراكز الصحية، السماح بحضور الجمهور في الهواء الطلق بعدد محدود، فتح مصاعد التزلج في الجبال، فتح مدن الملاهي، السماح بجميع أنشطة المراكز الثقافية والاجتماعية ومراكز الترفيه، السماح بالحفلات والاحتفالات الدينية والمدنية، وختاما السماح بالدورات التدريبية العامة والخاصة عبر الحضور. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.